جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. حبيبي نشكر الجامعة التونسية للشطرنج للدورة هذه لتاريخ الباب القاضي المرحوم اللي كان بطل الشطرنج التونسي واللي كون الجامعة التونسية. حبينا نشكر رئيس الدورة اللي باش يحضر الاحتفال هذا ونشكر الاخوان الكل. سيداتي سادتي الأفاضل، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يحل بيننا لتكريم روح المرحوم فقيد الشطرنج التونسي والعربي والدولي الأستاذ رضا بالقاضي رئيس الجمهورية بشخصه الدكتور محمد موجود المرزوق. حقيقة أنا سعيد جدا بوجودي في هذا المكان، أولا لهذا المنستير مدينة عزيزة على قلبي، فهي المدينة التي بدأت فيها عملي كطبيب جامعي. قد درست في كلية الطب في المنستير في بداية الثمانينات، وعملت في مستشفى فاطمة بورقيبة وتعلمت حب المستشفيات، وقد استقبلوني دائما يعني بالأحضان، وهذه مدينة أحبها كثيرا، وأنا سعيد دائما عندما أعود إليها ولي فيها الكثير والكثير من الأصدقاء. بغض النظر عن القدرات الذهنية التي تنميها، كل هذا هو ما يجب أن يتعلمه أطفال. لست لاعب شطرنج متميز، ولكنني أحب هذه اللعبة، تعلمتها وأنا يعني مراهق ومارستها سنوات طويلة، وأنا سعيد بأني في صدد تعليمي هذه اللعبة، وإن شاء الله يعني أتمنى أن الكثير منكم لهم أحفاد وحفيدات يعلمونهم هذه اللعبة بين ظهرين. وهناك الذي آمن أن كل القوى يعني تتساهل في جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.